صباح الخير. طبعا حسب التوجيهات اللي وجهت فيها المعارضة ورئاسة الجامعة نلتزم بالزي الموحد وبأمور أخرى تتعلق باستخدام الموبايل. تعرفون أنه هاي الأشياء لعله هي تخرج من إطار المتعارف عليه كفقه تعليم عالي. احنا نريد من شبابنا أن يدركون أهمية وقيمة الزي الموحد. الزي الموحد كان هو سمة الطالب الجامعي وما زال، يعني البعض بعض الأقسام بعض الكليات تلتزم بالزي الموحد كونه هو هوية الطالب الجامعي، وإلى الآن هو أيضا يعني يحمل هاي السمة. للأسف بالآونة الأخيرة لاحظنا ظواهر من البعض من الطلاب، ما نقول كل الطلاب، أقول بعض لا والله، يعني اللبس مالته لبس لائق وجميل ومهذب ويتناسب مع كونه طالب جامعي، لكن للأسف البعض قاعد يقلد ربما مثلا ألوان معينة، ربما يعني ديزاينات أو ستايل معين من قبيل مثلا البنطلون الجنس المضروب، الحذاء أجل الله سامع اللي بدون جوراب، أو لون الحذاء مثلا أحمر أو ملون بألوان يعني صارخة وألوان صاخبة. هذا أنا أعتقد هو من يعني الجرأة ولبس هذا اللبس الغاية من عنده هو استثارة الآخر. فإحنا داخل حرم جامعي، أنتم أمانة في أعناقنا، بناتنا الطالبات أمانة في أعناقنا، إحنا حريصين كل الحرص على أنه نوصلكم إلى بر الأمان. ليش؟ لأنه أنتم أيضا في عين الوقت في ذات الوقت أنتم لاحقا أيضا مشروع مدرس، أنت مشروع مدرس، أنت قائد في يوم ما في مكانك. إذا يعني تعلمت الأشياء الخاطئة ربما هاي الأشياء الخاطئة تمرر إلى الأجيال الأخرى. لذلك إحنا أمام الله نعم حريصين كل الحرص بأنه نوجهك التوجيه اللي يهديك كطالب جامعي. إحنا نلتمسك صراحة الآن أكو حرية باختيار الألوان وباختيار الستايل معين بالنسبة للطالب. ليش؟ لأنه قضية الزي الموحد نعم اجى فيها يعني توجيهات مخالفة للسابق، لكن احنا نلتمسك، احنا معك، احنا نريدك يعني يكون عندك نضج عالي باختيارك للألوان، لاختيارك للديزاينات. ويعني اعتقد انه هذا الأمر انا الاحظه في كلية التربية، وهذا تناولناه مع السيد العميد صراحة، شفنا انه جو طلابنا والحمد لله انه عندهم التزام بقضيه الزي الموحد، الا البعض منهم لعله ايضا ممكن انه يغير هذا الواقع مالته. اتمنى انه هاي مساله بالنسبه للشباب عدم لبس الجواري، البنات لبس الحذاء الاحمر، البنطلون الضيق شوي انتشر الفتره الاخيره مساله المكياج. احنا اكو مساله هنا عندنا خصوصيه محافظه المجال. كنا ننزل احنا يمنا النساء بعد. عندنا الاستاذ عادل عنده مقوله يقول اكيد احنا بالحساب اذا نظر لنا امير المؤمنين سلام الله عليه بنظره عتاب، مو يجي عاتب، نظره عتاب هي بحد ذاتها مؤلمه لنا. يعني يجي عاتب يقول لك انت بمدينتي وقريب علي بعد مثلا كيلو وين عني، وتالي من تالي هذه المخالفات اللي لسه بعدها، شوي خلينا يكون احترام. اكيد بالنسبه للبنات ما نقبل احنا فاطمه الزهراء سلام الله عليها باش تنظر لنا بفد منظار انه احنا نقول احنا مثلا انت الزينبيه انت الفاطميه وانتم هاي الامور مثلا ان شاء الله ما موجود عندنا الحاله، بس احنا راجع انفسنا. انسان اكيد اكو حاسب داخله على الالتزام، يعني اكو في شيء داخل احنا دائما من نسوي شيء خطا اكو الضمير اللي دائما يقول انا اخطات هذا بالموضوع الفلاني. اكيد احنا نحاول ندفع الشباب عن هاي الامور فقدر الامكان، هاي الامور الالتزام بها حتى نكون احنا مثال للطلبه،
باكر من يدخل طالب عندك العفو مثلا خلينا نقول شعره مو بشكل لائق، او طالب عندك مثلا خاله مكياج غير لائق، او الزي اللي غير مقبول، اكيد احنا ما اتمطرين حد ذاته. فيا ريت انه نقول احنا مطبقين قبل ما نحس بقيه الطلبه تهاونت. اكو عندنا تعليمات من خلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال العماده بان التزام الزي الموحد، عندنا احنا الزي الموحد هو يعتبر هويه الطالب، انت مثل تنتمي لمؤسسه تعليميه وكاليه تعليميه مثل ما لك حقوق اكو عليك ثوابت، اللي هو مثل ما التدريسي له حق بان يلقي المحاضرات يمتحنكم يعطيكم درجات المساواه، انتم عليكم بعض الامور اللي هي التزام بالزي الموحد، الزي الموحد الرسمي اللي عندنا هو الالوان النيلي الاسود الابيض، يعني هذه الالوان اللي عندنا الموجوده عندنا اللي هو حتى لو مقابل ما عندنا مشكله، بس اكو والله يعني اخر يعني هاي الفتره قاعد نشوف ملابس غير محتشمه، ملابس غير محتشمه اللي هي بالنسبه طبعا الاحتشام هنا للبنات وللولد، يعني ملابس ضيقه، الوانها غير الوان، امورها غير الوان، واكو ظاهره جدا مهمه والمفروض انتم تعالجوها باعتبار انتم النخبه وانتم باس عقب انت مدرس تصير وانت تقود بلد وانت راح تربي ابني وتربي ابن جيراني وتربي ابن اخوي، فانتم مدرسين، اكو ظاهره اللي هي ترمون الحذاء بدون جارو. وبالاضافه عليها يعني مكان وملابس جارهم ولابس له حذاء، لابس له حذاء لونها احمر. طبعا الزي الموحد هو هويه الطالب. الزي اصلا حقوقه هو تقييد الطوارئ الاجتماعيه والاقتصاديه بالمجتمع. بالاضافه الى يعني مرات احنا باللي ندخل مؤسسات المؤسسه العسكريه اكو لهم زي، المؤسسه الداخليه لهم زي، هسه انت منتطب على محكمه المحامين هم كذلك اكو عندهم زي، يعني الزي الرسمي متعارف عليه ما اقصد بالزي الالوان، يعني اي مؤسسه ندخلها اكو بها زي. احنا الزي الجامعي هو هويه الطالب. هويه الطالب اللي انت باسل عند الشارع اذا انت لابس زي موحد حتى معروف بالشارع هذا طالب، وحتى يعني طالب طالب علم يعني معروف يكنون لك كل الاحترام وكل التقدير. فاللي اطلب من عندكم الالتزام بالزي الموحد، الالتزام بالزي الموحد ضمن الالوان اللي سمحت بها الوزاره، واعيد واكرر بالنسبه لاخوتنا وزملائنا واصدقائنا الطلبه هو لبس الجارو مع الحذاء. لبس الجارو يعني هسه يجوز اكو واحد بعضكم يقول لا مصير ولا ويش تدخل هاي الامور وهاي، لا لا مو ندخل، مثل ما لك انت علينا حقوق بالسيد نصير رئيس القسم او اني او استاذ ستار يجي الساعه 8 ونص ويعطي محاضره ساعتين وملزم يسوي لكم امتحانات واكو مساوات، كذلك انتم ملزمين اتباع بعض الامور وبعض القوانين اللي من ضمنها الزي الموحد، الالتزام بحضور المحاضرات، الاخلاق.